سلام الحباب، صحفتكم ان شاء الله تكونوا ملاح. انا صافا الحمد لله، ورجعت لكم اليوم فيديو هورور جديده ما تراطوهاش. شوفوا قعدوا مليح وجدوا لي روحكم، باسكو حكايات 100% حقيقيه وجازت حتى في التلفزيون، صح تخوف وتحبس الراس. كاين زوج حكايات بالتحديد، واحد زوج مع جنيه وواحد صراو له صوالح بزاف بيزار لازم تسمعوا حكايته. وبلا ما نطول عليكم، ما تنساوش تخلوا جيم جبجبونا الحاله شويه كالعاده، خلوا ابونا هكذا يوصلكم كامل القصص باذن الله. ويلا نبداو بالحكايه تاع عباس، 33 سنه اللي تزوج بجنية ورا حتى لعالمها وجمعها دراري. بصح كيفاش؟ هذا عباس جاي يحكي حكايته في قناه LBCE اللي هي قناه لبنانيه، وقال بلي الغرض ديالو هو انه الناس تامنوا وتامن بلي هاد الصوالح يصراو في العالم ديالنا، لانه على باله مليح واش عاش ومازال عايش حتى لدوكا، وبلي ما راهوش يتخيل لانه حكايته راهي دايما 18 سنه تخيلوا، وحتى يماه والشيوخه شاهدوا على هذا الشيء. صراحه شوت انا توسوست اسكرا ويقول الحقيقه ولا لا، بصح كي سمعت يماه جاتني بيزار. المهم هذا السيد كي تشوفوه مع الاول يعني يبان يخوف شويه، ما على باليش علاش، وقت ملامح تاع وجهو يخوفو، وعنده واحد الضحكه بزاف مستفزه. والحاجه الغريبه فيه سيكو كي تسمعوه يهضر ما يبانش مهبول ولا كشوت راهو يكذب، ولابس كامل كحل ومش مفيدو رسمات فيها رموز شيطانيه، واصلا يديه جايين محموره شوت مسخين. وكي سقساه المقدم علاش يدك راهم محموره، قالو يا ودي هذا الدم تاع القربان اللي درتو للجنيه البارح، الجنيه اللي تكون زوج ديالو. قال له عادي باش دير لي واش نحب وتعطيني واش نحب، ندير لها قربان يعني نذبحها كحيوان وندير به طقوس معينه، وعندي حتى معبد لها والعياذ بالله. هنا المقدم تصدم، قالو شك تهضر كيفاش هادي مزوج بجنيه؟ قالو ايه مرتي جنيه من الجن العاشق بالتحديد، واسمها ماريتا للشمس، وعندي معاها زوج دراري، واحد اسمه يسار وحده اسمها روز. وهي تكون زوجته اما ولاده ولدان يسار وروز. أي بدا يحكي له كيفاش بدات كامل الحكايه. قالوا كي كان في عمري 15 سنه كنت مراهق عادي عايش حياتي كيما انا كيما الناس اللي نتاجي، حتى واحد الليله كنت راقد خرجت لي جنيه على هيئه حريه. قالوا يا ودي ايه في الجمال وطويله بزاف شي 5 مترات وشعرها طويل بزاف ومخبي كامل جسمها ودايراتو على الجنب، وقاتلو باللي انا مرتك ملي وانت صغير ورجع ديما تخرج له كل خطا تخرجوا على هيئه معينه، حتى خرجت له على هيئه انسان يعني بنت عاديه وبزاف شابه ويعني صح تبان انسان تاع الصح. المهم ديما تخرج له بهيئه مختلفه وكل خطره تكون شابه على المره اللي فاتت، حتى النهار اللي قاتلو اذا راك حاب تتزوج بيا باش نكونوا في علاقه يعني تاع الصح ماشي غير هكذا نخرج لك، لازم تجي تتزوجني من العالم ديالي اللي هو عالم الجن، لانه قال باللي الجنيه العاشقه ما تقدرش تتزوج مع انس، يعني هو من عالم وهي من عالم، لازم حتى يجوز على محكمه الجن كي هي كي هو. تما قاتلو راني هدرت مع العالم ديالي وقلت لهم باللي راني حابه نتزوج معاك، بصح سجنوها ولازم هو يروح العالم السفلي ديالها ويبقى فيه 3 ايام ويجوز على المحكمه، يعني محكمه الجن مع القضاة وكل شيء، ويسيني معاهم عهد تاع يودي راني قبلت بالشروط ديالكم باش يعني يقدروا يتزوجوا. تما قالها اوكي، وكيما كان الحال راح في واحد المكان معزول بالتحديد في الجبل وما حبش يقول وين، قال بلي الجن هو اللي حدد الموقع وما عندوش حتى الحق يمد تفاصيل يعني حول هاد الامور. تما عزل روحه في واحد الجبل وقال بلي دخل العالم السفلي وصبحوا الراس لتم وقالهم بلي جيت نتزوج ماريتا للشمس اللي راهي محبوسه عندكم، ودخلوه ديريكتومون للمحكمه وشاف القضاة التم. شتوش راني نحكي لكم تبان حاجه طق طق ما تخش في الراس، ايبا هو حكاها بكل بروده الدم يعني متقوش كامل بلي راهو يكذب، وقال بلي العالم ديالهم تقريبا كيما العالم ديالنا، برك شاف الجن على هيئه انسان والاشكال ديالهم كانت مختلفه شويه علينا. ومن بعد بصمب الدم على العهد وتزوج بالجنية العاشقة وعاود رجعها لعالم ديالنا، وقال بلي ليلة الدخلة ديالهم كانت مدتها 6 شهور. نعم سمعتو مليح، 6 شهور. ويقول باللي ديما جي على هيئة اجمل بنت في الكون، وحتى تحدى المقدم وقالوا روح سقسي الضيعة يعني وين كان ساكن، روح سقسي الناس التم. 6 شهور هما يسمعوا في الغنى، يعني صح كانوا معرسين تاع الصح 6 شهور. وحتى كي شك المقدم في مصداقية هاد الحكاية قالوا يا ودي اسمعني، قالوا رحت عند شحال من شيخ وشيخ وهذوك شيوخ يعني تاع الصح، وقالوا بلي ما يقدروا ليش باسكو كاينه مرايا عشيره تاع الجن، وبلي جنيه العاشقه اللي تحشق فيك تعتبر اميره عندهم وراهي تقول بلي انت ملكها ويعني وما كاش اللي يقدر لها. والحاجه اللي تحبس الراس يا الحباب هو انه حطى عده اسماء تاع هاد الشيوخ وقالوا روح سقسيهم وعيط اللي من تحب، وقالوا ما وين يسكنوا، وهاد الشيوخ روحانيين يعني ميديوم وتابعين لدار الفتاوي يعني
يزوجوا ويطلقوا عادي، بالنسبة ليه مشي مشعويدين. والمقدم عيط الواحد منهم على المباشر وأكد أنه صح هذا السيد مزوج مع جنية، بس غير المقدم بدا يسقسيه أسئلة أكثر، هو خاف وكب عليه ديراكتومون. يعني عباس مقتنع كليا أنه صح مزوج بجنية، وحتى يمه أكدت هذا الشيء وعاشت صوالح بزاف بيزات وكنوصلوا لهم راسكم هي حبست على الصح. المهم كما قلت لكم 6 شهور هما معرسين، وجابت ماريتا للشمس معاه طفلين يوزار وروز. مبدئيا عباس قال بلي جامي طلبت منه قربان انس، يعني انه يقتل انسان قربان لها، وقال بلي ماهي شريره وبلي جامي طلبت منه هذا الشيء، ولو كان تطلب منه يحرقها مباشره. سقساه المقدم علاش ما تحرقهاش دوكا، قالوا ما اذتنيش ونحبها وعندي معها دراري، يعني تخيلوا 18 سنه وهو معها. بصح المشكل انه راهي تاذي في الام ديالو لانه ماهيش راضيه انه يكون مزوج مع جنية. على كل حال وهدرت الام ديالو مع المقدم وحكت له كيفاش راهي تاذيها. في يحكي معك غيرها لانه ماني مامني لانه بتاذيني الي، ما حدا عم ينأذى غير. مين بيأذيكي؟ بتاذيني هي. مين؟ اللي مع عباس. قالت باللي تأذيها وباللي جامي شافتها شخصيا، بصح تحس كي تكون معاها في الدار، مثلا تكون في الكوزينه هادي حتى تسمع خبيط على الباب الوغ ما كان حتى واحد معاها في الدار، كاينه غير هي. تحس تاني قالت لك يعني كاينه هكا، تحس بواحد النسمه معينه تعرف باللي راهي معاها. وورات حتى يعني الغرفه تاع وليدها والسرير معمر بصوالح بيزاغ، وحتى تشوفوا لبسه تاع مرا والحاله يعني بيزاغ. وقالت باللي كي يكونوا كيف كيف الشمره ما على بالهاش واش يصرا ولا واش يديروا، تسمع برك موسيقى قويه غراف. قالت باللي هذا الجنيه تحب الرقص، تسمع ليل والنهار والموسيقى قويه، وحتى انه زوجت وليدها مع انسانه عاديه. بصح نهار العرس والناس كامل شاهد على واش صرا، قامت القيامه كما نقولوا، الريح الضواوي تكسروا، يعني كل حاجه خسرت. الوغ كو كان الصيف والحل شباب بزاف، شغل في ضربه جات زوبعه وخسرت كلش. ويماه قالت باللي هي اللي عملت هكذا، ما حبتش يعاود عليها زواج وما قدرش اصلا يدخل على زوجته، تخيلوا ما خلاتوش. يماه بزاف خايفه منها وقالت ايه تقدر تاذيني واصلا اذتني من قبل. حكت باللي خطره ساقت طوموبيل تاع عباس هي وبنتها، وما كانش على بالها باللي الجنيه كانت حذرت عباس. قالت له هاد الطوموبيل ما كانش اللي سوقها غير انت، وكي ساقوها تقلبت بيهم الطوموبيل 5 مرات وقالوا باللي يعني سلكوا بمعجزه. ومسكينه يماه متمنيه انه يحرقها وتخرج من الدار باسكو ما راهيش مهنيه وخايفه النهار دير لهاكش حاجه. على كل حال حليل اصلا هذا الشيء كامل صار في دارها، تخيلوا تحت السقف ديالها نهار وليل لغنا والطواقيس غريبه والقربان والدم والحاله، كيفاش ترتاحي؟ مستحيل. الا انه عباس رفض يحرقها، قالوا علاش نحرقها انا ما اذتنيش، اذا اذت ما تحرقها اذا قدرت، يعني ممسي على باله بلي اذت ما وقدر حتىكش ما ندير لها، ما حبش يحرقها، خير الجنية على يماه انا عماه. وقال يجوا ليه بزاف ناس طلبوا منه صوالح بيزاغ، مثلا المرا يكون يعنفها راجلها تقولوا رجحوا لي كل كلب اللي نقولها له يديرها، اللي يحبوا يفرقوا بين الراجل وزوجته وغيرها وغيرها. وعباس عاود اكد انه ماهوش مهبول بكل قواه العقليه، وتخيلوا قال باللي ايه نورمال نتلاقى بطبيب نفسي نتلاقى بطبيب اعصاب عادي وما كاش مشكل لانه راني متاكد باش راني نعيش. هي الحاجه الغريبه مع هذا الشخص كلو كان راهو يكذب معناتها ذكي بزاف صراحه، لانه يعرف يكذب غراف وغير تشوفو تقول ابي يقول الحقيقه ماشي مبينه عليه يعني علامات الكذب والو. شو سبحان الله يحكي بواحد المصداقيه واحد الثقه في النفس، راسكم يحبس انا دوخني. كاينه حاجه واحده برك هي انه كي قاموا بتحليل الماده اللي كانت في يدو هذيك الحمراء صابوا باللي ماشي دم، برك مسحوق احمر كان في يدو، هو اصلا كان قالب اللي كذب حجاجه باش يعني يديرها قربان للجنيه، خلط الدم مع زعفران ومسحوق احمر، تما كابابل كيغسل يدو هذاك الدم كان راح والمسحوق قاعد، ولا كابابل كذب ويعني جامي ذبح حجاجه وجامي دارها قربان وجامي كان الدم في يدو اصلا. هاد اخر معلومه اما تبين انه كذاب وهاد الحكايه ما كانش كامل منها، مي في هاد الحاله كيفاش يماه وشيوخه كامل شهدوا معاه وقالوا باللي يا ودي شفنا صوالح بيزاغ، اما صحاش صوالح من العالم الاخر وباش الناس تقتنع لانه كاين بزاف ناس ما يامنوش، دار يعني هذيك الماده الحمراء في دو تعاوديها هي دم، المهم امنوني برك. هي الجن كاين منه وعنده صوره في القران الكريم على كل حال، وعالم الجن والسحر كاين منه متكوف في القران تاني، بصح اسكو واش عاش عباس صح ولا لا؟ قولوا لي رايكم انتم في التعليقات، هذا الشيء يهمني بزاف. نجوزوا للحكايه الدوزيام تاع الراجل اللي مات وعاود تحيا وصراو صوالح معاه بزاف بيزاغ. شوفوا الاحباب هاد الحكايه لازم تسمعوها باسكو صح دوختني، وحطوني الراي ديالكم محرت.
كيما على بالنا كامل غير ربي سبحانه اللي يعلم الغيب، بصح في بعض البلدان كيما سوريا ولبنان وغيرها يقراو الطالع. شتو حنا كي نقولوا دوك نجيب لك الطالع؟ بمعنى دوك نجيب لك معلومات ما كاش اللي على بالو بيهم، يعني نقرا عجلك بيان، شو تنقولوها بنيتنا. بصح في بعض البلدان لا لا، واش يديروا كطفل ينزاد ولا يكون صغير يقراو له الطالع، يعني باش يعرفوا واش راح يصرى في حياته. فيها شرك بالله، يعني سي سيغ غير ربي اللي يعلم الغيب. بصح سمعوا لي هاد الحكايه. الراجل اللي حكى القصة ديالو في قناة الجديد تي في اسمه حسن حلاوي، 56 سنة، وحكى كيفاش الطالع اللي قراوهولو بدلو حياته. قال باللي كي كان صغير يمهدتو عند واحد الشيخ وقرالو طالع ديالو، وقالها باللي وليدك رح يصراو معاه 3 حوادث ولا يعني أمور خطيرة ورح يسلك منهم. المهم جازوا عوام وسنين حتى واحد نهار تيرا ولا حسن يعني برصاصتين، واحدة تحت قلبه وواحدة في كرشه، وصالوا نزيف داخلي وما قدرش يعني يسلك منه وتوفى، وحتى حبطوه لاموغ يعني خلاص مات، حبطوه المشرحة. حتى بداو يروحوا لدار يماه يعزوا، والبكا والعياط والحاله، الا يماه ما بكاتش وما قبلتش التعزي، قالت لهم انا وليدي ما ماتش. قالت لهم ملي قرالو الطالع قال ما يموتش. وكي راحوا لاموغ وخرجوه، سيدي ديه بداو يتحركوا وحل عينيه، تقول شي فيلم رعب تاع الصح. وخرج من لاموغ وتعالج نورمال، يعني حتى الاطباء حاروا فيه وسلك من الحادث الاول. أيا سنين من بعد خطفوه من لبنان وداوه للسجن في سوريا بتهمة أنه كان اليد اليمنى لياسر عرفات، وداخل يعني في أمور عندها علاقة مع الإرهاب. وقال باللي تهمة غلطة 100% باللي خاطيه، بس خلاوه في السجن لمدة 4 سنين و8 شهور. وقال باللي عذبوه بطريقة عظيمة يعني ما يتقبلهاش عقل الإنسان، وقال باللي يعني حتى هو حار كيفاش قاعد عايش بعد كامل هذا الشيء. بالنسبة له أي إنسان يعيش وش عاش من عذاب مستحيل يبقى عايش، حتى قدر يخرج من السجن بفضل ربي. ثم يماه اللي دارت كل شي وهدرت مع الناس والصحافة حتى خرجوه. فبالنسبة له سلك من الحادثة الثانية، هو متأكد باللي اللي قرالو الطالع كان عنده الحق. أما الحادثة الثالثة قال باللي سكن في دار مسكونة، يعني والناس اللي كانوا ساكنينها بزاف خطيرين، الناس يعني كما يقولوا هادوك الناس. كل ما توصل الساعة 9 تاع الصباح ولا 9 تاع الليل يسبخ بيت في شمرة هي أصلا مغلوقة وما فيها حتى حاجة. المشكل سيكون ما عندوش مام بالجيران، وقال باللي ماشي هو الوحيد يعني اللي سمع هذا الشيء، وأي إنسان يجيه للدار من لا فامي ولا الأقارب يسمعوا نفس الشيء. حتى خطره جاب كلب صغير وخلاه في هذيك لاشام وغلقها وخرج برا، بصح كي رجع صاب الكلب تقوشي مضروب بلالام، لحمه كامل مقطع ويعني الدم في كل بلاصه. هو تشوكا وتبانيكا، يعني الحاجه اللي قدرت تعمل فيه هكذا في هذاك الكلب مسكين قدرت تاذي حسن بكل سهوله. المشكل هو انه غد من داك كي عاود شاف الكلب ديالو سبحان الله صابو نورمال، تقوشي ما تقطع ما والو، ما كاين دم، يعني تقوشي ما صرا والو. وقال باللي تصاب في الدار بزاف الحجابات والشعر، ويعني تصاور مكتوب فيهم صوالح بيزاغ، ماشي تصاور ديالو ولا جوست تاع الناس اللي كانوا في هذيك الدار قبله. قعد في هذيك الدار 3 شهور ومن بعد هرب، يعني خاف على روحه، خاف كش ما يصرالو. وهكذا قال باللي سلك من الحادثة الثالثة. المهم بالنسبة ليه اللي قرالو طالع والعياذ بالله بس كل حاجة حرام كان عنده الحق، صرالو 3 حوادث وخطيرة بزاف، وفي 3 سلك منهم وواحدة منهم مات وعاود حيا. قولوا لي نتوما واش رايكم في هذه الحكايه، دوختني والله. انا بالنسبه ليا يعني يبقى مجرد قضاء وقدر، وهذا ما كان، بالرغم انه هذه الاحداث صح غريبه. وهذوما الحكايات تاع اليوم الاحباب، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. كي العاده الاحباب خلوا لي رايكم في تعليقات، هذا يشهمني بزاف. اذا عجبتكم الفيديو خلوا جيم، جمجموا لي شويه الحاله، وابوني وهكذا يوصلكم كامل القصص، ونقولكم سلام.